حاجة دودي. خلال اليوم الثاني من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى إيطاليا بدعوة من ناظره الإيطالي الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، زار السيد الفريق أول سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المعلم التاريخي محراب الوطن بالعاصمة روما، أين وضع إكليلا من الورود أمام النصب التذكاري المخلد لضريح الجندي المجهول. إثر ذلك تنقل السيد الفريق أول إلى مقر أركان الدفاع الإيطالي، أين كان في استقباله الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، حيث استهلت مراسم الاستقبال بالاستماع إلى النشيدين الوطنيين للبلدين. وتقديم التحية العسكرية له من طرف تشكيلة عسكرية بمدخل مقر أركان الدفاع الإيطالي. عقب ذلك كان للسيد الفريق أول محادثة مطولة مع الأميرال جوزيبي كافو دراغوني، تناول خلالها الطرفان حالة التعاون العسكري بين جيشي البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية الراهنة، حيث أعرب السيد الفريق أول لمضيفه عن شكره وامتنانه على الدعوة الموجهة له لزيارة إيطاليا، آملا في أن تشكل هذه الزيارة محطة أخرى في مسار تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية. السيد الفريق أول عبر كذلك عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري الجزائري الإيطالي، وعن ثقته التامة في قدرة الطرفين على تجسيد الإرادة المشتركة لقيادتي البلدين، الرامية إلى بناء شراكة استراتيجية شاملة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
لتتوسع إثر ذلك المحادثات بين الجانبين لتشمل الوفدين العسكريين للبلدين. وفي ختام اللقاء تبادل الطرفان هدايا رمزية قبل أن يقوم السيد الفريق أول بالتوقيع على السجل الذهبي لمقر أركان الدفاع الإيطالي. كما أدى السيد الفريق أول زيارة إلى الفريق لوتشانو بورتولانو الأمين العام المدير الوطني للتسليح بوزارة الدفاع الإيطالية. خلال هذا اللقاء جدد السيد الفريق أول امتنانه العميق لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق له، مؤكدا ثقته في قدرة الطرفين بما يحوزانه من إمكانيات معتبرة على بلورة رؤية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية المطروحة. ذلك كان للسيد الفريق أول زيارة إلى مقر قيادة العمليات ما بين الجيوش، حيث عقد لقاء مع القيادة تمحور حول نشاطات التعاون العسكري الثنائي وكذا السبل الكفيلة بتعزيزها أكثر فأكثر خدمة للسلم والأمن في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط خصوصا والعالم على وجه العموم. وفي هذا الإطار نوه السيد الفريق أول بمستوى العلاقات الثنائية وأكد تطلعه لتعزيزها لتشمل مجالات أخرى تهم الطرفين. هي إذن فرصة من أجل تعزيز التعاون العسكري على محور الجزائر روما بما يتوافق ورؤية رئيسي البلدين، ومما يعكس مسعى القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لفتح آفاق جديدة ومتميزة في مختلف مجالات الدفاع بما يكفل المساهمة في تحقيق السلم والأمن على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. سيد أحمد بلونة، موفد تلفزيون الجزائري لروما إيطاليا.